السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا وأهلا وسهلا. التسميد باختصار، ننزل السوق ونجد أنواع كثيرة من الأسمدة، أشكال وأنواع، ونجد ما شاء الله عبوات شكلها يفتح النفس ولكن المادة اللي داخلها ربما غير جيدة، وأيضا أكياس أو عبوات غير جيدة ولكن المنتج اللي بداخلها مميز. الكثير منا يعني لا يعي هذا الأمر، لكن إن شاء الله راح نختصر لكم بقدر جيد ونعطيكم الزبدة أو الفائدة. طيب، عندنا السماد هذا اللي هو سلفات الأمونيوم، تمام؟ سلفات الأمونيوم اللي هي عبارة عن نيتروجين وكبريت. السماد هذا يعتبر سماد أحادي لأنه يحتوي على عنصر واحد فقط من العناصر الكبرى اللي هو نيتروجين، ويحتوي على الكبريت، تمام؟ أيضا عندنا هنا مثلا السماد هذا عشرينات متوازن مع العناصر الصغرى، واضح؟ عندنا السماد هذا يعتبر مركب لأنه يحتوي على نيتروجين ويحتوي على فسفور، تمام؟ أيضا الأشياء اللي دائما تميز الأسمدة اللي هو الدليل الملحي، هل هذا السماد حامضي أو لا؟ لأنه الأراضي عندنا قلوية، في الشركات دائما تعمل يعني لما تصنع الأسمدة تحب أن تعمل إغراء للزبون اللي يشتري السماد، تقول له هذا السماد دليل الملحي متدني، تمام؟ عشان الأراضي القلوية. طيب أيضا عندنا سماد هنا، نشوف هذه تركيبة مختلفة، 11-44-11، تمام؟ عندنا أيضا هنا تركيبة مختلفة أخرى، 15-40، هنا أيضا تركيبة مختلفة، 10-52-10 مع العناصر الصغرى. مهما استخدمت من هذه الأسمدة أيا كان نوعها سأحصل على قدر يسير من التسميد. لذلك الناس في البيوت المحمية أو في المزارع العادية أو في الأراضي المفتوحة أو أصحاب الأعلاف يركزون على أسمدة معينة. مثلا الناس اللي يزرعون الأعلاف رقم واحد عندهم اللي هو مسألة النماء الخضري، يرغبون في خضرة فقط ولا يرغبون في ثمار، لذلك نجدهم غالبا يشتغلون على النيتروجين سواء كان يوريا أو سلفات أمونيوم أو نترات أيا كان النوع. الناس اللي يعملون في مجال الخضار يهتمون بال 12 عنصر كاملة أكثر من غيرهم، تمام؟ ليش؟ لأنه عندي نماء خضري، عندي أزهار، وعندي عقد ثمار. أيضا قد يلجؤون نوعا ما إلى المحسنات مثل الطحالب البحرية، مثل الهيومك أسيد، مثل الأحماض الأمينية، كل هذا قد يدخل على المنتج من أجل أن يحسن نوع المنتج. أيضا الأسمدة سواء كانت بودر أو كانت محبب أو كانت سوائل عادية أو سائل على هيئة معلق، كل هذه الأسمدة لا نستطيع أن نجمع 12 عنصر مغذي للنبات في كيس واحد أو في عبوة واحدة. لذلك كان لابد أن نعمل يعني عدة أسمدة تخلط مع بعض. وحقيقة أن التسميد بطريقة الزراعة المائية هي أفضل الطرق للتسميد، إلا أنه البعض لا يستطيع أن يؤدي أو يعمل تراكيب مميزة. يعني ممكن أن تعمل محاليل جاهزة A و B، مثلا عالي نيتروجين، عالي فسفور، عالي بوتاسيوم، وتجعل هذه التراكيب خلاص يعني هذه جاهزة أن تعطى للنبات في أي وقت، تمام؟ بحيث أنه أنت تعطي النبات 12 عنصر مغذي مرة واحدة.
تمام كتسميد مكتمل. البعض قد تكون الأرض عنده لا تتناسب مع ذلك، أو تكون التربة يعني التربة أو الماء لا يتناسب مع ذلك، قد تكون الأرض مليئة بالحديد، مليئة بالكالسيوم، مليئة ببعض العناصر. لذلك كان هذا عمل المختص، وأيضا تحليل التربة مهم جدا، تحليل الماء مهم جدا، وبناء عليها يتم عمل البرنامج السمادي. طيب الآن أنا لو أرغب أنه أسمد زرع مثلا عندي في البيت أو في الحقل أو شيء، راح أحتاج السماد هذا، راح أحتاج السماد هذا مثلا، راح أحتاج السماد هذا، ولا زلت في حاجة إلى هذه الأسمدة، وكل شوي وأنا أشتري كيس أو كذا. لكن لو عملت على توفير محلول مغذي راح يكون أجود. هذا المحلول أو المعروف باسم محلول يارا مثلا، من الأسمدة الرائعة جدا، يعطيك 12 عنصر عبارة عن A محلول A و B، كلها تذاب في الماء. إخواننا الذين يعملون في الزراعة المائية يعلمون هذا. الإخوة الكرام اللي يعملون في التربة لا يعني يجيدون التعامل مع هذه، رغم أنها هي الأجود. أيضا هذا محلول الكوبرا للزراعة المائية وأيضا للزراعة في التربة، ممكن أن تستخدمه في التربة وتستخدمه في الزراعة المائية، عبارة عن محلول A ومحلول B. المحاليل هذه سواء كان يارا، الكوبرا، نبتة، زروع، فلورا نوفا، أي محلول كان، هذه المحاليل تحتوي على 12 عنصر مغذي، وليست مثل الأسمدة البودر أو الأسمدة المحببة التي تحتوي على قدر قليل من العناصر المغذية. ولذلك كان لابد في التسميد أنه مرة نضع سلوفات بوتاسيوم، مرة نترات نترات سواء كانت مغنيسيوم أو نترات بوتاسيوم أو كالسيوم. فلذلك احنا عندنا تنوع، لكن الشخص اللي راح يجيد عملية التسميد وراح يجيد بناء محلول معين يستطيع أن يستخدمه للنماء الخضري، يستطيع أن يستخدمه للإزهار، يستطيع أن يستخدمه لعقد الثمار، ويكون بشكل آمن للنباتات ومغذي، بحيث أنه ما يحصل عندك أي مشاكل في مرحلة النمو. الأخوة الكرام اللي يعملون بالأسمدة البودر حقيقة أنهم يعني يسرفون في استخدام الأسمدة، وكذلك يعني يضيعون الكثير من الوقت. المحاليل هي الحل حقيقة وبكل أمانة. عندنا مثلا هذا المحلول، ما شاء الله، أحد الأسمدة المعلقة، وسماد ما شاء الله يعني تركيبته جيدة، أيضا احتوائه على العناصر احتواء عالي جدا، ولكن أيضا يعني الكمية القصوى فيه من العناصر 10 عناصر، فيه MPK اللي هي 3 عناصر كبرى، وفيه مغنيسيوم اللي هو يعني من العناصر الوسطى، وفيه العناصر الصغرى 6 عناصر تقريبا، أو ربما تكون 5. إذا 5 1 6، وهنا 6 1 7، وثلاثة عندي هنا، أصبح كما يا أخوان بارك الله فيكم أصبح لدي 10 عناصر. يتبقى علي الكبريت والكالسيوم. إذا مهما كان لا يوجد سماد بودر أو سماد سائل، سواء كان معلق مثل هذا أو من الأسمدة الأخرى، إنه شامل للنبات بشكل كامل. واضح؟ لذلك المحلول المغذي المستخدم في الزراعات المائية هو الأجود للتسميد، ولكن بشرط أن يقوم على يعني تركيب هذا المحلول شخص يجيد العمل على هذا.
سبق عملت لكم جدول في Excel على اليوتيوب، بالإمكان أن تراجع هذا الجدول وأن تنزل الجدول عندك وتقيم عملياتك الحسابية بالشكل الذي تراه مناسب. أسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم، وإن شاء الله تكونون استفدتم.